مو فجأة وصول زانيشيا البلد وول. مومونوسكي أنا بسمعها، هي إيه دي يا زانيشيا؟ أنا حاسس بيها، الشعور ده بيرجعني بحنين الماضي. برضو بتقصد على إيه؟ أنا مش فاهمك. أنا سامع دقات طبول التحرير. مومونوسكي واقف مظلوم ومش فاهم هو بيتكلم على إيه. أنا ما سمعتش الدقات دي من 800 سنة فاتت. هو موجود، موجود معانا هنا. طب هو مين؟ قولي. هو هنا، أنا حاسس بيه. وفجأة الوقت بيقف، إحساس رهيب في المكان، في دقات طبول بتتضرب أكنها طبول حرب، طبول انفقدت من زمان جدا وكل كان مستنيها. في حاجة بتحصل، حاجة بتحصل في المكان. اللحظة دي شكلها هي اللي هتحسم الأمر كله، لحظة الأمل، لحظة طلوع فجر جديد. قوة تخاطر، قوة تخاطر جامدة جدا بين زانيشيا ومومونوسكي. عن مين بتتكلم يا زانيشيا؟ أنا بتكلم عن الجي بوي. انت بتقول ايه يا زانيشيا؟ انت واثق من الكلام ده فعلا؟ صوت ضحك بيملى المكان بشكل هستوري جدا، الصوت الضحكه بيسمع الكل وبيقول انا خسرت دلوقتي لكني مستمتع بوقتي. شعاع رهيب بيضرب في المكان كله، هلا جامده جدا بتعم المكان كله. مومونوسكي عمال يبص لفوق عند مكان لوفي، ياماتو هي كمان بتستشعر هلا جامده جدا جايه من على السطح وعماله تبص لفوق. سيدي سيدي اصحى بسرعه. سانجي بيقوم مخضوض وبيصحى من احلى نومه من شده الهاله وعمال برضه يبص لفوق. كيد هو كمان عمال يبص على السطح وبيقول ان هو ما حسش بهاله زي دي قبل كده. لو الساموراي هم كمان عمالين يبصوا يمه السطح، شعاع الهاله عمال يضرب في المكان كله. ماركو هو كمان عمال يبص اتجاه السطح ومش فاهم فيه ايه. نامي عماله تعيط وتقول الحمد لله انه لسه بخير. بوبوم، لوفي بيتحول لتطور نيكا، لوفي بيتحول للجيرو 5، لوفي بيتحول لاله الشمس. طيب شباب، عاوز اقول حاجه قبل ما ابدا. عاوز اشكر كل شخص دعمني الفتره اللي فاتت دي، واشكر الناس اللي وقفت جنبي من اول ما فتحت القناه، وبقول لهم شكرا جدا 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 على دعمكم ليا الجامد ده. وما كنتش هوصل ل 50,000 مشترك او اكتر من كده الا بدعمكم ده، وشكرا لكم جدا. وما تنساش انك تعمل اشتراك ولايك وانك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا. وفي الارض المقدسه تحديدا، الجروسكا قاعدين بيحللوا المعركه وبيقولوا احنا ضحينا بواحد من افضل عملاء السيب بتوعنا وكمان اغضبنا كايدو. هل احنا كده متاكدين اننا في الطريق الصحيح؟ ممكن نكون ماشيين صح، لان مفيش حل غير كده لتجنب حدوث الامر اللي دايما بنفشل فيه. دايما بيحصل نفس الامر في كل مره من 800 سنه فاتت، واحنا بنحاول نستحوذ على فاكهه المطاط اكنها هي بذات نفسها بتحاول تبعد عننا. اكيد وده مش مستحيل، لان جميع فواكه الزون ليها اراده خاصه، وخاصه الفاكهه دي اللي بتحمل اسم اله، والفاكهه دي من الفواكه الاسطوريه واسمها الحقيقي بشر بشر، وده بيميزها بالنموذج نيكا. بيقدر صاحبها انه يستخدم قدره المطاط، وبيقدر كمان انه يحول اي حاجه هو عاوزها للمطاط طالما انه فكر فيها بس. يعني عامله زي قدره الخيال كده، كل ما تفكر في حاجه هتحصل لك على طول. ولكن تطور نيكا ده بيجسد شخصيه تانية في نفس الجسم، يعني بيكون شخصيتين في نفس الجسم، وده وقت الايقاظ فقط. واسم الشخصيه التانية دي محارب التحرير او باله الشمس نيكا، القوة الاكثر سخافة في العالم. واحب اوضح شيء بسيط عن كلمة اله الشمس، الكلمة دي بتتقال للمتعة مش اكتر وما فيهاش حرمانيات ولا حاجة. نرجع بقى لقلعة الغشيمة وغرفة الكونوس تحديدا، اوروتشي لسه واقع على الارض والحجارة واقعة عليه، لكن بنكتشف ان البنت دي لها علاقة باودين وهي جاية اصلا عشان تقتل اوروتشي. بيحاول اوروتشي انه يشرح لها ان كايدو كان بيستغله في كل حاجة وان هو بريء ما عملش حاجة. بتقول له يا راجل ده انت تفيت في وش الساموراي اللي كانوا معاك، فما فيش حد هيصدقك اصلا. المهم ابي اوفى بوعده صحيح ولا لا؟ فضل يرقص 5 سنين زي العبيط في الشوارع على امل انكم هتوفوا بوعدكم ليه وتتركوا بلد وانو بدون قتال. وفضل كاتم السر ده في قلبه وما قالش لحد من عيلته خالص، لكن رغم ده كله كان بيبتسم وكان راضي عن اللي هو بيعمله. وبتفضل تفتكر ذكرياتها هي وابوها
وفي الاخر بتخلع الكناع وبتورينا وشها، وبتطلع ان دي هيوري بنت اودين واخت مومونوسكي، وهي بتتكلم مع اوروتشي بيجي السلايم بتاع كانجورو وبيعرفه انه فشل في تفجير المتفجرات. بيقول له تمام انت كده اعمل اخر مهمه ليك واحرق البنت اللي قدامي دي. لكن وفجاه بنشوف كانجورو بيتجه اتجاه اوروتشي وبيروح يولع فيه. اوروتشي عمال يصرخ من الالم وبيترجاها انها تنقذه او تشيل عنه الحجاره دي، لكن هيورو بتبص له بنظرات حقد وعماله تعيط على اهلها اللي ماتوا. وعلى سطح قلعه الغشيمه اللحظه اللي كلنا مستنيينها، لحظه الامل، لحظه تحول لوفي للجيرو 5. بيقول انا حاسس ان ممكن اعمل اي شيء مهما كان واقدر اقاتل لوقت اطول من كده. حتى نبضات قلبي بقت مضحكه. وداخل قلعه الغشيمه كايدو بيحس بهاكي جامد جدا جاي من فوق السطح، والهاكي عمال يضرب في المكان كله وكله بيحس بيه وبقوته. واتباع كايدو فرحانين ان كايدو منتصر على لوفي، لكن كايدو بيقول لهم اهدوا بس، في حاجه غريبه بتحصل هنا. السطح عمال يتكسر من شده الهاكي، وكل تحت مش فاهمين ايه اللي بيحصل. وفجاه وبسرعه جامده بنلاقي ايده عملاقه بتمسك بكايدو من نص بطنه وبيضخم ايده الثانيه وبيدي لكايدو فوق دماغه، وبيفضل يسحب فيه لحد ما بيخرجه بره فوق السطح من جديد. ولوفي ماسك في كايدو وعمال يلعب بيه زي كره الجلد في الهواء، وفي الاخر بيمسكه بايده الاثنين وبينزل بدماغه على الارض. لكن كايدو بيعدل نفسه بسرعه جامده بيهاجم باللهب المتفجر بتاعه، ولوفي من شده الكوميديا اللي هو فيها عينيه بتخرج من مكانها وبيمسك الارض من تحتيه وبيرفعه قدامه وبيحولها لمطاط وبيصد ضرب كايدو بيها بكل سهوله. وبيفضل لوفي يضحك الضحكات الجامده بتاعته دي، وبيقول له كايدو انه اسف على اللي حصل قبل كده من عملاء السي بي وانه ما كانش عاوز يفوز بالطريقه دي. لكن لوفي بيقول له لا لا عادي، المهم يلا خلينا نبدا القتال بتاعنا. انا افتكرتك مت يا قبعة القش. وانا كمان يا كايدو. لوفي عمال يضحك قدام كايدو، وكل ما كايدو يقول له على حاجه لوفي يقول له زيها. كايدو واقف عمال يفكر وبيقول ان قوه المطاط بتاعته بدات تاثر على الاشياء اللي جنبه، يعني ان لوفي دلوقتي بيقدر يحول اي شيء لمطاط زي قدره دوفلامينجو كده لما ايقظ الفاكهه بتاعته قدام لوفي، ودي فواكه البراميسيا بس اللي شكلها بتقدر تعمل كده. ولكن في امر غريب محير كايدو، بيقول ان التحول اللي تحوله لوفي ده من خصائص فواكه الزون وهم بس اللي بيقدروا يعملوا كده هم كمان. وبسرعه جامده من كايدو على لوفي بيروح ياخد لوفي جوه بقه، بيحاول لوفي انه يخرج من بقه لكن خلاص فات الاوان يا عم لوفي. كايدو بيبلع لوفي جوه جسمه، يا نهار ابيض. لكن بنشوف لوفي وهو عمال يتنطط جوه جسم كايدو فوق وتحت وتحت وفوق، واللعب بيكون شغال على الاخر، وكايدو عمال يصرخ من الالم بره لحد ما فجاه لوفي بينفخ نفسه جوه جسمه. وبنشوف ان كايدو بقى عامل زي الست الحامل اللي ببطنها 20 عيل، وشكلها كمان قدره المطاط بتاعت لوفي اثرت على جسمه، وكايدو من بره عمال يصرخ من الالم. تستاهل يا وحش والله، حد قال لك تروح تاكل مهرج زي ده؟ اهو نفخك يا معلم. وياماتو ومونوسكو واقفين جنب بعض وهم كمان وشايفين كل اللي بيحصل، فاكره ان ده تحول جديد من ابوها. وفوق في السماء فعلا زي ما قلنا قبل كده ان قدره لوفي اثرت على جسم كايدو واصبح الجزء اللي فيه لوفي بقى مطاط دلوقتي. كايدو بيقول ازاي كده، انا جسمي مش مطاط عشان يعمل الكلام ده. وداخل جسم كايدو لوفي بيشوف نور ابيض قدام عينيه وبسرعه بيجري عليها عشان يخرج من هناك. لكن المفاجاه ان ده ما كانش مخرج، دي دول عينين كايدو. وبيخرج لوفي ايديه منها وبيمسك مناخيره، ومحدش يسالني لوفي ازاي خرج ايده من عينيه عشان انا زيكم ما اعرفش. وبيفضل لوفي يحك له في مناخيره كده عشان يعطس، وكايدو يعطس فعلا وبيخرج لوفي من معدته. اقسم بالله معركه اخر مسخره. لوفي عمال يضحك وبيطير في السماء وبيطلع فوق السحاب، وكايدو بيبص له كده ولسانه طالع بره بقه وعاوز يقول له انا على الميتين شكلك، طلعت عين يا راجل. اول مره بجد كايدو يصعب عليا. ياماتو ومونوسكي واقفين مش مصدقين اللي بيحصل مع كايدو، لكن وفجاه بنشوف رجل شخص عملاق بينزل بها على وش كايدو. وبيطلع ان ده لوفي، لكن كايدو بيلحق نفسه وبسرعه جامده بيروح يعض لوفي من رجليه. الله، هو اتعلم العض من مومونوسكي ولا ايه؟ لكن بنشوف لوفي هو فتح بقه 50 متر لفوق وبيمسك كايدو من نص جسمه وبيفضل يلوح فيه فوق وتحت، والموضوع اخر جمدان. لوفي اكنه ماسك تعبان في ايده ونزل فيه ضرب لحد ما كايدو بيقدر يثبت دماغه اتجاه لوفي وبيضربه بالنار بتاعته، وفعلا بتيجي في لوفي وبتخليه بطاطس محمره. لكن لوفي ما بيتاثرش بالهجوم كتير وبيقف من جديد وبيعض في اسنانه وبيقلب مكنه ريس وبيطير على كايدو وبيحاول يهاجم على كايدو اللي رجع لتطور الهجين بتاعه. لكن كايدو بيكون اسرع منه وبيطير هو في الجو وبينزل بيها على دماغ لوفي، ولوفي من شده الكوميديا بيدخل بوش جوه القلعه وبيطلع عينيه من وشه كده، فكرني بفيلم القناع الاخضر برضو اللي كان بيلبسه كان بيعمل نفس تصرفات لوفي بالظبط. جنود كايدو بيتخضوا من اللي هم شايفينه قدامهم، ولكن لوفي بيرجع على السطح من تاني. لكن بنشوف ان قوه لوفي بدات تنفذ منه وكل شويه يتقلص يتقلص لحد ما بقى عظمه على جلد، وكايدو بيرجع يقف قدامه من جديد. لكن
بيكون هو كمان تعبان، بيسأل لوفي انت مين بالظبط، لكن لوفي ما بيردش عليه. وبنشوف ان لوفي ان خلاص على وشك الموت، لان الجيرو 5 ده بيستهلك كل قوته. لكن كايدو بيطمنه وبيقول له اطمن، الناس هتحكي عليكم وعن كفاحكم في المستقبل البعيد. لكن لوفي بيرد عليه وبيقول له لا طبعا انا مش عاوز حاجه زي كده. بتقول يا مات انها اول مره تشوف شيء زي كده، هي بتقصد على لوفي يعني. ولكن لوفي لما بيتحول بيكون كل حاجه فيه بيضه، وانهم كمان ما بقوش سامعين صوت لوفي. يعني وقت ما لوفي شكله شحب كده صوته بدا يضعف هو كمان، لكن لوفي بيقدر يقف من جديد وبيقول ان هو مش هيموت لحد ما ينفذ وعده لمومونوسكي وكيمون وأوتاما وبيدورو، وانه هيطرده من بلد وانو باي ثمن. لوفي نبضات قلبه بتتسارع وعماله تنبض بشكل كبير ومستمر وسريعه جدا. كايدو بيقول له انت شكلك هتموت دلوقتي يا معلم، بيقول له لا 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 ما تقلقش انت بس ده شيء مش هيوقفني. كايدو بيقول له تمام يلا وريني قوتك. لوفي بيضحك من جديد وكايدو بيهاجم عليه، وبتيجي ضرب كايدو في لوفي فعلا، لكن بنكتشف ان لوفي بيقدر يمط نفسه على السلاح بتاع كايدو وبيقلب كده على شكل الرسوم المتحركه، بس برضه بتوجعه وبيتالم عشان الهاكي. لكن كايدو ما بيهتمش وبيروح يهاجم عليه مره ثانيه، ولوفي بيتفاداها في اخر لحظه وبيطير في الجو وبينزل على الارض من تاني، وبيستعد كده وبيعد عده تنزله على انه هيطير على كايدو. وفجاه صاروا جامد على كايدو من لوفي بيهاجم عليه بلكمات سريعه ومضحكه ورا بعض، وكايدو بيصد هجماته الواحده ورا الثانيه. بيقول كايدو ازاي بيقدر يعمل الكلام ده، اسلوب قتاله متحرر جدا، حتى انه بيقدر يغلف نفسه بهاك التسليح ويأثر على البيئه اللي حواليه. ولكن مع ده كله برضه مفيش حد في العالم هيقدر يهزمني. لكن لوفي بيفوق من احلامه وبيدي له لكمه بتخترق دماغه حرفيا. وما تسالنيش ازاي يا صديقي، عشان برضه انا دماغي هتفرقع من الحاجات اللي زي كده. حتى ياماتو مونوسكي مستغربين، وكايدو وقع على الارض من قوه الضربه. بيقول لوفي لكايدو ايه رايك في المتعه دي يا كايدو، بس لوفي بعدها بيقف مهتار عشان مش عارف يسمي تقنيته الاخيره دي ايه. وكايدو وقع على الارض وكل شويه يسال لوفي مين انت. وفجاه بتشوف زونيشيا وهو بينادي على لوفي بالجي بوي، وبيقول له ان ايقاع النبضات دي بترجعه بحنين الماضي واكنك موجود هنا دلوقتي. هو بيقصد انه قدامه على السطح يعني، يعني احنا مش فاهمين ده فعلا الجي بوي ولا لا، لانه بيقول له اكنك موجود دلوقتي، يعني اكنك موجود يعني انت مش موجود، بس انا حاسس بحاجه جايه منك، فالله اعلم برضه. ولوفي بيقول له كايدو ان هو اسمه مونكي دي لوفي، الراجل اللي هيتغلب عليكم كلكم ويكون ملك القراصنه. ملك القراصنه، انا سعيد انك لسه متغطرس زي ما انت يا قبعه القش، حتى بعد ما فعلت الايقاظ بتاعتك الهزيله دي برضه مش هتعرف تهزمني، مع اني خسرت خسائر كبيره في المعركه دي. لكن لوفي بيرد عليه وبيقول له لا لازم اهزمك هنا عشان اقدر استعيد الاشياء اللي انت خدتها مني. هو بيقصد الساموراي والاشخاص اللي ماتوا في سبيل كده. لكن كايدو ما بيهتمش وبيروح يهاجم على لوفي بضربات سريعه ورا بعض، وكلها بتيجي في لوفي. لكن زي ما قلنا قبل كده ان لوفي بيمط نفسه على السلاح بتاعه، لكن برضه بيتاثر عشان الهاك اللي فيه. لكن بيرجع لوفي هو يهاجم على كايدو بلكمات سريعه ورا بعض، وكلها بتيجي في كايدو وبتاثر فيه هو كمان. لكن برضه تحول الجيرو 5 بيضعف لوفي جامد، وعمال بيكح عشان بياخد طاقه جسمه كلها. بيقول له كايدو ان النار ماسكه في قلعه الغشيمه من تحت، واكيد الساموراي هيموتوا محروقين هم كمان. الساموراي دول هينجوا بكل تاكيد وهينجزوا المهمه الموكلين بيها، ومهمتي الوحيده هي ان اهزمك يا كايدو. لكن بنشوف كايدو بيهاجم على لوفي بانصال قاطعه، ولوفي بيشد جسمه وبيتفاداها كلها. وداخل القلعه بقى النار ماسكه في المكان ومش سايبه حته سليمه، ونامي وتشوبر بيقابلوا بعض والحريق شغال من جنبهم. بتقول نامي انها مش عارفه تلاقي الطاقم بسبب النار اللي في كل مكان دي، واتباعه تم برضو مش عارفين يخرجوا من هناك، واتباع لهم كمان. وكل في حاله يرسى لها، النار مش سايبه حته في المكان غير لما بتولع فيه. الدنيا خراب فوق وتحت، والدنيا فوق الدمار. فرانك شايل زورو بيدور على تشوبر عشان يعالجه، والساموراي بيجري وراها عشان فاكرين ان ممكن يعمل لهم حاجه ينقذهم بيه. وجيم بيوقف في الطابق الرابع وشكله بيحضر هو والساموراي حاجه جامده، بيفتكر رايزو ذكرياته من الماضي، على انه اقسم انه هيستعد في اي وقت للنيران اللي زي دي، ومش هيعمل زي ما عمل قبل كده في قلعه اودين، وانه ما قدرش يحمي حد وقتها. بيفتكر رايزو كمان لما كان في جزيره زو، وان شاف زونشيا لما كان بيغسل نفسه بتيار ميه جامده. ومن هنا جات له فكره جامده، هو ان يملى لفيفه من بتاعه النينجا بتاعته بالميه، وفعلا بيعمل كده وبيستخدم اللفيفه بتاعته، وبنشوف ان فيها تيار ميه جامد جدا. بيحرك جيم بالميه داخل القلعه زي ما هو عاوز، وبينشرها كلها داخل القلعه عشان تطفي النار اللي جواها. وكل الناس اللي فقدت الامل انها تخرج من القلعه بيرجع لها الامل من تاني. وبدفعه قويه من جيم بالتيار الميه ده بينزلوا كام طابق مع بعض. تستاهل سقفه والله يا جيمبي انت ورايزو. وخارج القلعه ياماتو عماله تصرخ على مومونوسكي ان يحاول باي طريقه يسحب قلعه الغشيمة قبل ما تقع، عشان كايدو بدا يضعف جامد وشكله هيسيب قلعه الغشيمة تقع عشان يستجمع كل قوته من جديد. مصيرنا بين ايديك يا مومونوسكي، انت لازم تعمل حاجه دلوقتي. وفي اليمه الثانيه بنشوف لوفي هو قادر يمسك رعد من السماء، وواقف قدام كايدو وعمال يضحك من المتعه اللي هو فيها. المعركه فوق الجمدان فوق الجمدان يا معلم وربنا، لكن يا ترى مين هيفوز ومين هيكسب؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه. اسف لبعض الناس لو الفيديو كان قصير جدا، لكن انا شغال على الفيديو الثاني وهخلصه ان شاء الله في
اقرب وقت. بس حاول انك تشترك وتعمل لايك عشان عاوزين نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت. وما تنساش كمان انك تشترك في القناه الاحتياطيه ورابط التيك توك ورابط التليجرام هتلاقيهم تحت في الوصف. خش اشتركوا هناك عشان اللي عايز يسالني على حاجه هناك بجاوبه على طول. وما تنساش اخر حاجه انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسلام.